السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح اتكلم لكم عن لينكس من 12. ايش رايكم بالزقة؟ ها 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 صرت استخدم ابونتو ستوديو. طبعا التوزيع هذا اخترته لانه سهل وبسيطة. راح اتكلم عن المنتقلين من الويندوز لللينكس. اخترت التوزيع هذه بسبب كثيرة. اول شيء سهولة البرامج مليانة، يعني ما احتاج تركب برنامج فلاني وفلاني علشان تحصل على كذا وكذا. غالب البرامج موجودة طبعا اذا حملت صوامة الدي في دي. الشيء الثاني عندك سهولة التخصيصة. طبعا بالويندوز محرومين احنا من التخصيص، لكن هنا عندك الثيمات كثيرة، الخلفيات كثيرة، الايقونات كثيرة. بعد في عندك البديل للمايكروسوفت اوفيس اللي هو الليبر اوفيس، ممكن تسوي اشياء كثيرة، ممكن يفتح برامج الاوفيس 2003 و2007. جبت لك بعض الصور ممكن لك تشوف الحين. الصورة الاولى مثل الباوربوينت، هذا الرايتر مثل الوورد، وهذا مثل الاكسل. ايضا عندنا الجيمب نستخدمه، افضله على الفوتوشوب بعد استخدامه جربته، هذا اسرع ولا يعلق، وممكن يفتح ملفات الفوتوشوب. بالنسبه للملتي ميديا استخدم VLC معروف، استخدمه لتشغيل الفيديو والصوت. اخترت الفيديو هذا يعجبني مثل ذا. ايضا عندنا برنامج المسنجر، مو مثل الويندوز لايف مسنجر، ولكن افضل منه بعده نواحي، انه اسرع ما يعلق، وفي بروتوكولات كثير يفتح فيسبوك تويتر وغيره. بالنهاية عندنا الفايرفوكس حر مجاني، ما حد يطلع على بياناتك مثل اللي يسوونه بعض الناس. يلا خلونا نبدأ. أول شيء وين حصل توزيعه أو مميزات توزيعه. بالنسبة لتوزيع ما تحصله كل عيتك تبوه linuxmint.com، وراح توصل للموقع حقهم. في أكثر من إصدار للتوزيعه، في عندك إصدارة KDE هذه، في عندك إصدارة linuxmint الافتراضية اللي تجمع واجهة نوم أو واجهة ميت وواجهة نوم ثلاثة واثنين مع بعض، في عندك منت ديبيان. لا تترك بالتوزيع هذه إذا كنت ما تعرف شيء عن اللينوكس أو ما عندك يعني وقت إنك تجلس تصلح وتعدل، لأن التوزيع ما زالت إلى الآن يعني ما بعد حطوا عليه الكلام إنه معتمدة. أوكي، في أيضا توزيع تو طالع اللي هو HDERC مثل ما شايف. RC معناته إنه لا زالت توزيعه تحت الاختبار او بعد خلصت. طيب طبعا هذه اسرع كواجهه. منت 12 اجمل، تمام. اقصد منت 12 الافتراضيه. في منت 12 KDE، بتجي بواجهه KDE الواجهه اللي يعني ما يحتاج اقول لك انها هي افخم واجهه، لكنها تحتاج الى مواصفات. راح ننزل اضغط داونلود. طبعا مثل ما قلت لك الان الافتراضي انك تحمله انه في عندك توزيعة نوم، في عندك KDE هذه، الباقي الحين ما زي ما تكون ما اعتمدوهم يحطون هنا، لكن موجودات في الموقع اللي بلقاهم. ايضا في توزيع انا رشحه ثاني اسمها linuxmint 11، اسرع ومريحة. تمام، انتم شايفين هنا نوع المعالجات، فيها 32 فيها 64. انا عندي 32، اوكي راح اختار 32. طيب دي في دي او سي دي عادي؟ دي في دي مثل ما شايف فول فيتشرد ستاند اب فيرجن اللي هي متكامله بالاضافه الى الكوديكس الفيديو والصوت، لكن هذه بدون كوديكس. تمام، ايضا هذه حجمه ما ادري 1 جيجا وشغله حوله، وهذه حجمه 700 واقل. اوكي راح نختار هذه ونحمله. بعد التحميل نلقاكم بعد التحميل. مرحبا بكم مرة ثانية. حملنا توزيع الحين. تحتاج تعرف شيء مهم قبل ما انك تبدأ، وهو كيف تقدر انك تقلع من CD او من USB او من الفيرتشوال بوكس. طبعا الطريقة تختلف من جهاز الى جهاز، علشان هالشيء انا ما اقدر احدد لك طريقة واحدة. اوكي يمكن طريقتي انا عن طريق البيوس، ادخل بعدين احدد اي الاجهزة اللي يبدأ، اختار CD اول وبعدين يشتغل. لكن ممكن طريقة جهازك تختلف شوية، ممكن الخيار مكانه مختلف. فاللي عليك تسوي انه تكتب بالجوجل نوع جهازك، تمام، نفترض انه مثلا توشيبا، اوكي N500 اللي هو النوت بوك الصغير، تكتب توشيبا N500 بوتابل ديفايسز او مثلا CD بوت او اللي تبي، فراح تظهر لك طريقة تشغيل CD. طبعا ممكن ناس عنده خلفية معينة كيف يقدر يشتغل من CD، هذا عاد ما نتكلم عنه. طيب الحين انا اقلعت من CD، وش اختار؟ لاحظ عندك في خيارات كثيرة، تبدأ بالخيار الاول.
الخيارات الباقية للمتقدمين شوية بالموضوع، الخيار الأخير اللي هو تقلع من الهارد ديسك عادي، الثاني اختبار الذاكرة، الثالثة تفحص السي دي من المشاكل، الرابعة الكومباتيبلتي مود كومباتيبلتي مود تمام اللي هو الوضع المتكامل، الأولى اللي هي وضع شو اسمه الوضع العادي. فخلنا نبدأ بالوضع العادي. طبعا على بال ما يفتح فيه نقطة مهمة بالموضوع، ألا وهي خلنا أفتح لكم الطرفية بس تيرمينال. طبعا على بال ما يفتح إلا بس هذه الطرفية، مهم إنك تفحص الـ MD5 هاش. والـ MD5 هاش شلون تفحص؟ أول شيء تنتقل لمجلد التحميل اللي نزلت عليه التوزيعة، أنا نزلت على الداونلودز، بعدين تكتب MD5 اسم التوزيعة لينكس مينت، وكان فيه من لينكس مينت عندي أنا، في السينمن لا في هذه، أوكي وضغط انتر راح يظهر لك رقم. الرقم هذا وين توديه؟ قبل شوي بالفيديو اللي قبل كان فيه قدام كل تحميل فيه زي ما تقول رقم معين أو هاش معين، هذا هو. إذا طابق الرقم هذا الرقم هذاك معناته توزيعتك سليمة، ما يحتاج إنك يعني تقول يعني تشك بنفسك إنه إذا ما ضبط التحميل معناته التحميل في شيء، لا قصدي إذا ما ضبط تنزيل التوزيعة، إذا ضبط الرقم هذا طابق الرقم هذاك معناته كل شيء تمام. طبعا إني أشرح لك خاصية الرقم هذه سالفة طويلة. طبعا على الويندوز شلون تفحص انا ما عندي اي خلفيه، لكن اسمه MD5 صم، فممكن تبحث عن برنامج يطبق لك هذا على الويندوز. طبعا الواجهه هذه مو بالواجهه الافتراضيه للمنت 12، لكن هذه الواجهه اللي هي بالجرافيكس الاقل. اذا كان جهازك ما يدعم الجرافيكس الثلاثي الابعاد او كانت الشاشه عندك ما يدعم، فما راح يظهر الا الشكل هذا. عموما الشكل هذا حلو وسريع. اذا ما ظهر عندك ممكن بعد ما تعرف الشاشه يشتغل معك هذا. شلون اعرف الشاشه؟ ابحث عن تعريف الشاشه الخاص بك وراح تحصله بالحزم، اذا ما حصلته بالحزم راح تحصله بجوجل. هي ايش رايك بالحل؟ طيب اوبن انا اللي هم هنا انستول لينكس مينت. الجديد بالموضوع واللي راح اتكلم عنه اصلا طريقه تقسيم الهارد ديسك بس، اما الباقي كله موضوع بسيط. طبعا اي شخص ينتقل للينكس دايم يواجه مشكله بطريقه تقسيم الهارد ديسك، لان لينكس هو طريقه معينه لتقسيم الهارد ديسك، فالموضوع بسيط يعني ما يحتاج انك تخاف اصلا. اوكي تختار اللغه، احنا عرب عربي تابع. لاحظوا هنا يقول لك نيو درايف واز افيلبل، معناته انه في تعريفات معينه انا راح احمله. اوكي يقول لك موجود 3 جيجا فاضي، هذا تاكد ان الحاسب مطابق للتحميل موصل بالانترنت. اوكي اذا كنت على اللابتوب راح يقول لك انه هل هو موصل بالكهرباء ومفصول يشتغل بالبطاريه، الافضل يكون موصل الكهرباء. تابع اوكي الحين يقول لك ريز ديسك اند انستول لينكس مينت، اللي هي مسح الهارد ديسك كامل وتحت تحديد لو تركيب لينكس مينت. طبعا هذه ما راح نستخدم احنا الا اذا كان عندك لابتوب جديد او هارد ديسك جديد، ما عندك مشكله، لكن غالبا راح يظهر لك اكثر من خيار تحت هذه قبل سامثينج ايلز. ليش؟ الهارد ديسك اللي عندي فاضي ما في اي تقسيم، انت راح تختار سامثينج ايلز وبعدين تضغط على تابع. اوكي والحين راح يظهر لك الهارد ديسك افتراضيا، راح يظهر لك هنا القرص سي والدي اذا كنت على الويندوز، اما اذا كنت على اللينكس برضه راح يظهر لك، بس انه احنا ما في عندنا سي ودي. حتى على هنا ما راح يظهر لك سي ودي، راح يظهر لك هنا صوره تيس عن سروال ما ادري. راح يظهر لك هنا اسم الهارد ديسك. طيب خلونا نسوي تقسيم جديد. تابع اوكي هذه مساحه خاليه افتراضيا، والافضل انه يكون عندك شيء مساحه ابدال. مساحه الابدال وش هي؟ الابدال باختصار انه يستخدم الهارد ديسك نيابه عن الذاكره او الرام، يصير يخفف شوي يسرع الجهاز. فانت تختار اول شيء مساحه الابدال، او بالانجليزي اذا كنت تستخدم الانجليزي بكتب لك سواب اريا. طيب مساحه ابدال، كم المساحه تصير
الرام عندك 1 جيجا اوكي حط مساحه 2 جيجا، لكن اعلى مساحه اللي يوصون بالخبر دايم 4 جيجا للتعدى. فانا هنا مستخدم مثلا 1 جيجا بحط 2 جيجا، ادري ان 2 جيجا الجيجا الواحد 1024، لا حد يسوي لي سالفه، انا بحط 2000 اوكي. مساحه الدال طبعا البدايه بحيث نصل بدايه القرص. نعم طبعا لا تخاف، انا راح اتطرق اذا كان عندك الدي راح اتكلم عنه الحين. اضف القرص الثاني، خلنا طبعا هذا القرص راح نستخدمه للنظام، فهذا هو جذر النظام اللي هو الشرطه هذه جذر النظام او الروت. فمن الان حط ببالك انك اول ما تشوف هذه معناته انه روت النظام. الباقي ما راح نستخدم احنا منه الا هوم بالنسبه لي بالتحميل هذا. في ناس تستخدم البوت التيمبو وغيره، انا راح استخدم هذه وهذه فقط. طيب هذا اللي هو الروت، طبعا كم تاب يصير حجم النظام. الان كان نتكلم عن القرص سي بالويندوز، فقرص سي دائما اغلب الناس تعطيهم يعني 40 جيجا مثلا اوكي، ليس ان الويندوز يحتاج مساحه كبيره، بس بالنسبه لي انا اتكلم عن نفسي انا ما اعطي اكثر من 15 جيجا تمام. طبعا هذه توزيعه لي مليانه، لكن انا بعطيه 10، انت لا تعطي اكثر من 10، ما ادري ليش تعطي اكثر من 10. نعم طيب القرص سي ما راح نحافظ على شيء، لا ما راح نحافظ على شيء، او القرص الجذر اوكي. ال 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 خلاص بقى هوالب ما يفتح ذا. الان ايش بقى؟ بقى عندك مساحه 30 جيجا ثانيه، راح نستخدم المساحه هذه الوشو للهوم. الهوم وشو اللي هو القرص اللي موجود فيه ملفات واعدادات المستخدم، الافضل يكون مستقل. ليش؟ لانه بعد ما مثلا تمسح النظام عفشك ما يروح يكون موجود، على عكس الويندوز لما تمسح تروح المستندات والسطح المكتب والكلام هذا، هنا ما تروح اذا حطيته على هوم. لازم نحط القسم مستقل طبعا، طبعا لازم تحطه بالبدايه. نعم طيب الحين انت عندك سي ودي تمام، خلنا نفترض ان هذا هو سي تمام وهذا هو دي. طبعا على ويندوز لما تيجي تركب يقول لك فورمات سي وفورمات دي اوكي، لكن غالبا المستخدمين الويندوز يحط الدي للبيانات. طيب انا شلون ادري ان هذا هو الدي؟ لانه هنا ما في مكتوب لك دي او سي، مكتوب لك اس تي اي 5 واس تي اي 6. اللي عليك تسويه انك اول شيء تحدد المساحه حجمه، غالبا السي اقل، يعني غالبا السي مثل ما انتم شايفين 10 والدي 40. طبعا شلون تدري؟ قبل ما تركب النظام تتاكد من خلال الويندوز تمام، او تاكد من خلال، لان الحين ما اقدر ادخل على هنا لان هنا ما قسمت الهارد ديسك اصلا تمام. هذه طريقة. الطريقة الثانية انه لا اله الا الله، اذا كنت افهم باللينكس تروح لما البرنامج هذا، ما ادري اذا كان مرفق ولا مو مرفق، مو مرفق مع النظام انا بتحملت النظام، لكن اسمه ديسك يوتيليتي اللي هو خاص بتقسيم هارد ديسك. هذا هو موجود تمام. من هنا تقدر تصفح الملفات تشوف هذا وين وهذا وين. باللينكس راح تقول لك اس تي اي 6، فانت لما تدخل على هنا ادخل على اس تي اي 6 وسوله تصفح، راح تشوف هل هذا هو المكان الصحيح او لا. طيب وبعدين اضغط على ثبت الان. بالمناسبة الشرح هذا يوافق لأي توزيع مبني على الأبونتو تمام، فإذا بتركب أي توزيع مبني على الأبونتو يحمش الموضوع معك بالراحة. الغريب أنه الأبونتو غيروا شكل التحميل عندهم، أنه صار ما يستخدم الواجهة الرسومية. آخر تحميل نزلته كان يستخدم ما أدري وش هذا، عن طريق الكيبورد يعني كله، ما في شيء بالفارة. نوما هو سهل، ما في شيء صعب. الان جالس يسوي لنا الهارد ديسك مثل ما انتم شايفين هنا. اوكي تخطيط لوحه المفاتيح، اكتشف تخطيط لوحه المفاتيح. طبعا احنا ما راح نحتاج هذا، راح نحتاج انه يكون باللغه الانجليزيه. ليش؟ عشان احنا راح نحتاج باللغه الانجليزيه، ما نحتاج بالعربي كبدايه، بس بعدين راح نحتاج باللغه الانجليزيه، فانت خله انجليزي. ليش؟ لانه أنت تحتاج تكتب اسم برنامج باللغة الإنجليزية، تحتاج تحمل ملفات باللغة الإنجليزية، فأنت تخليه باللغة الإنجليزية وبعد ما تحمل النظام تحول إلى أو تنزل العربي.
طبعا في فيديو القادم ان شاء الله هتكلمك عن تخصيص التوزيع. تابع اسمك اسمي عبد المجيب. كلمة السر 1 2 3 4 1 2 3 4. طبعا كلمة قصيرة راح يقول لك انه قصيرة هل تبي ولا ما تبي. ولوجه تلقائي اللي هو دخول تلقائي بدون انه يسألك عن كلمة المرور او اطلب كلمة المرور. اذا انا ما ادري ايش مسمين عمة او عمي او ما ادري اللي عندهم. اذا حطيت صح هنا راح يشفر لك مجلد الهوم اللي هو مجلد بياناتك. لما حد يدخل يقول يطلب منه الرقم السري. انا راح ادخل تلقائي. تابع. لا اله الا الله. طبعا احنا خلصنا الى هنا لكن عشان اوكي خلصنا مرحبا بك في لينكس منت. راح تجلس حاط يدك على خدك. اذا كنت موصل الكمبيوتر بالانترنت راح يحمل لك بعض الملفات المهمه من الانترنت. اذا ما تبي يحمل شيء من الانترنت اللي عليك تسويه انك تسكر اتصال الانترنت من هنا من خلال الايقونه هذه ديسكونكت فراح يفصل الانترنت. خلاص انا تقريبا خلصنا من طريقه تركيب لينكس منت الحين. خلاص وصلنا لنهاية التحميل. راح يقول لك كمال الفحص انك تكمل شغلك على السي دي او اعادة التشغيل الان وهو اللي المفروض انك تسويه اعادة التشغيل. وخلاص راح يعيد التشغيل يقول لك مبروك ركبنا النظام. لا ما راح يقول لك شيء. راح يشتغل لينكس. استمتع للقاء لايك وسبسكرايب والدنيا دي كلها سووها يلا.